Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, hadal yaum sanata alam an ma'rifati alamatil i'rabi. Lirwaf'i arba'u alamatin. Al-awwal al-dhammatu wahiya al-aslu. Wal-wawu wal-alifu wal-nun wahiya na'ibah anil dhammah. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: الأول في الاسم المفرد منصرفا كان أو غيره منصرف. المثال: قال الله وإذ قال موسى. والثاني وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غيره منصوبا. المثال: قال أصحاب موسى. وفي جمع مؤنث سالم وحمل عليه. المثال: إذا جاءك المؤمنات. وفي فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. المثال: والله يدعو إلى دار السلام. والآن نبحث عن الواو. أما الواو فتكون العلامة الرفع في موضعين: الأول في جمع مذكر سالم وما حمل عليه. المثال: ويومئذ يفرح المؤمنون. وفي الأسماء الستة وهي أبوك أخوك وأمك وفوك وهنك وزمك. المثال: قال أبوهم وإنه لذو علم. والآن نبحث أما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه. المثال: قال رجلان. وبعده نبحث أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. المثال: والنجم والشجر يسجدان. طيب، يمكنك فينا هنا. وأخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.